قصف مكثف على شرق أوكرانيا. زيلينسكي يحذر من صعوبة الوضع في دونباس، والقتال في باخموت يدمر المدينة. تحذير أمريكي من شراكة دفاعية كاملة بين موسكو وطهران. كيربي يؤكد أن موسكو تدعم طهران عسكريا بشكل غير مسبوق. غضب في إيران ودعوات للتظاهر بعد تنفيذ حكم إعدام بحق ناشط. والرئيس الإيراني يتوعد من يصفهم بالمتسببين في قتل قوات الأمن. وضمن جولتنا أيضا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، العفو الدولية تطلق حملة لحماية حق التظاهر ومواجهة قمع المعارضة حول العالم. أهلا بكم إلى الحرة الآن. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دونباس شرقي البلاد لا يزال صعبا للغاية، لكن